ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنفيديو جديد مع بعض. كلكم طبعا طلبتوا مني ان اصور لكم الدولاب بتاعي من جوه ومنظمه ازاي وكده. انت هتشوفي دلوقتي كمان ترتيبي في الشتاء عامل ازاي. بس طبعا اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه او سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هي طبعا الاضاءه عندي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله زي الفل، مفيش اي حاجه باينه خالص. فانا دلوقتي هفتح بقى من جوه وهنحاول نشوف مع بعض. هو طبعا دلوقتي مصور لكم طبعا والجو ما شاء الله بره الرعد وبرق بقى وكده ومفيش يعني حتى كمان الشمس، وان انا كنت اعرف اصور لكم. بس ما فتحت كده الدولاب من جوه اهو، باين اهو شويه اللي فوق دي كده مثلا العبايات بتاعتي والروب الشتوي والحاجات دي. طبعا ايه لسه ما لبستهاش، يعني الجو لسه ايه مش سامح للتتقيل قوي ده يعني. فطبعا حطهم فوق. وهنا طبعا بقى انا عينت الهدوم الصيفي بتاعتي، انا بعينهم هنا كده مثلا الصراحه، لان عندي الحمد لله مكان في الدولاب فما بضطرش بقى ان انا عينهم تحت ال بضطرش بقى انا عينهم عندي تحت السرير او كده زي ما ناس كتير قوي بتعمل. ف هنا الحمد لله لهم مكان والمكان ده مناسب يعني وكده. وكمان الضفه دي خاصه بهدوم جوزي زي ما انتم شايفين كده، الجواكت بقى وطبعا القمصان برده اللي بكم وبعض التيشيرتات لسه بيلبسها وكده. فزي ما انتم شايفين. وعندي فكره حلوه جدا يا بنات برضو عايزه اقول لكم عليها. طبعا كلنا ما هنيجي نتجوز عندنا طبعا مخدات زياده او كده، طبعا دي واحده بحطها هنا عندي في الدولاب. كمان انا بعمل ايه بقى في البناطيل الجينز بتاعته بطبقها، يعني مثلا ده بنطلون اهو زي ما انتم شايفين كده انا مطبقاه بالشكل ده وعيناه، بحيث ايه ما علقهوش فوق معايا على الشماعه برده بتاعت الهدوم وياخد معايا مساحه. شايفين يعني كل دي بناطيل جينز انا مطبقاها وعينها له هنا، تمام. فطبعا بناخد البنطلون اللي هو عايزه او كده وبيلبسه، تمام. فدي اول ضرفه معايا اهي يا بنات، برده شكلها من فوق اهي زي ما انتم شايفين كده. هندخل بقى على الضرفه الثانيه اللي هي الخاصه بيا بقى وكده، هوريكم بقى. حتى كمان كلكم سالتوني بتعيني هدوم ولادك فين؟ انتوا طبعا عارفين ان انا معايا بنتين، يعني كذا حد كان سالني وقلت لكم ان انا معايا بنتين، وطبعا لاحظت ان انا ما بعينش حاجه خالص عندي هناك من اي هدوم ليهم حتى في دولاب الاطفال بتاعهم. هقول لكم ليه دلوقتي. الضرفه اللي فوق دي بقى الهدوم الصيفي بتاعت جوزي، طبعا احنا خلاص شتينا طبعا شويه، فالهدوم الصيفي اللي عايشه هيلبسها حطها فوق، تمام. وطبعا بقى الضرفه دي محدش بيجي جنبها، فانا حاطه عليها بقى معظم الحاجات بتاعت التسريحه عشان خاطر طبعا ولادي وكده. ايه الشقاوه طبعا انتوا اكيد بقى عارفين الاطفال ما بيسيبوش حاجه في مكانها وكده، فانا حطاهم فوق كده بالشكل ده، واي حاجه بعوزها بنزلها بالصوره طبعا. ودي كمان يا بنات بقى ايه الضرفه بتاعت بناتي اللي انتوا سالتوني عليها بتعني الهدوم بتاعتهم فين. انا الصراحه بعين كل حاجتهم هنا، يعني مثلا دي البناطيل الجينز اللي هما بيلبسوها في الخروج وكده انا مطبقاها هنا فوق بعض وعينهم هنا. دي مثلا خاصه بنتي الكبيره، الضرفه دي خاصه بنتي الصغيره المكان ده. وفي حاجه كمان يا بنات حابه اقول لكم عليها، انا حطاها عندي هنا في الدولاب بجد بتخلي ريحه الدولاب جميله جدا. دي كده بتاع التول اهي زي ما انتم شايفين، حاطه جواها اللي هو المكعب اللي هو ده بيكون زي مسك او حاجه زي كده، بتبقى ريحته بجد حلوه جدا. بحطه كده في كيس تول وبحطه معايا في الدولاب كده في جنب، بجد بيخلي ريحته حلوه جدا. وكمان دي احنا كنا كاسبينها مع برطمان عسل نحل زي فواحه برده، بس بجد برده ريحتها تحفه، فانا حطاها هنا برده كده. طبعا بتقفلي الدولاب بتيجي تبص تلاقي الريحه جميله جدا جدا الصراحه. ودي طبعا بقى الضفه الخاصه بجوزي زي ما انتم شايفين، تمام يا بنات. انا كنت طبعا اول ما اتجوزت كنا فرشين هنا مفارش بقى اللي هي تبقى زي المفروشه في المطبخ والكلام ده، بس انا الصراحه شلتها. البكره من دي ب 15 جنيه وحلوه جدا، يعني الصراحه بصوا تحسوها زي ما تكون مفرش او مشمع كده معاكي، تمسحيها بسهوله تحط عليها حاجه حلوه قوي الصراحه، تمام. ودي الضرفه مثلا برده اللي خاصه بيا وكده. وطبعا عندي هنا كده في الدولاب درجين من تحت، دي مثلا بضاعات الكارينه بقى الحاجات الخاصه بيا برده، بضاعات كارينه اللي هي بتاعه الخروج اللي بتاعت البلوزات بقى والدريلات. وهنا برده دي حاجات برده خاصه ببناتي بقى، طواقي وبرده بضيهات حاجات من دي برده اهو يا بنات. هبعت كده برده عشان اوريكم كده الضرفه من بعيد عامله ازاي، زي ما انتم كده شايفين يا بنات شكل الضرفه اهي يا بنات زي ما انتم شايفين. دي الهدوم الشتوي بتاعت بناتي، الحمد لله عندي ليهم هنا مكان فبحط لهم معايا. انا ليه ما بحبش احط هناك في اوضه النوم الاطفال اللي هدومهم؟ الصراحه بروح مثلا لناس كتير قوي بلاقي الدولاب عندهم بقى مكسر وكده، فانا الصراحه ما بحبش كده. اما تستغلي مكان يعني واحد بس كده الدولاب ده طبعا بنفتحه يوميا، هناك حاطه فيه مثلا المفروشات، البطاطين، المفارش، الزينه، الحاجات دي، الفوط، سايبه مثلا هنا في الاوضه برده كام فوطه كده على قد استخدامنا. هناك بقى كل الحاجات اللي ايه مش بستخدمها يعني بصفه يوميه، كل يومين ثلاثه كده يعني، بحيث اقدر برده احافظ على الدولاب ويفضل معايا نضيف على طول. وهنا طبعا ده بيتفتح معايا يوميا واستهلاكي فيه يوميا، تمام. دلوقتي بقى هدخل بقى على الضرفه بتاعتي برده كمان الثانيه اهي، دي الضرفه بقى الخاصه بيا
من فوق كده يا بنات، ده اللي حفر الفايبر. طبعا انا كنت فرشه لكم في اوضه النوم ساعه ما كنت وريتها لكم، طبعا بعد ما شتينا وكده وفرشت السرير ازاي، وده كمان المفرش القطيفه، ودول الخدديتين بتوع اللحاف الفايبر. تمام، هنا برضو دي الحاجات الخاصه بهدوم ولادي بقى بتوع الحضانه، على هدومهم الخروج، على قمصان الحضانه وكده. ودي الطرح بتاعتي انا بعلقها كده برضو هنا على شماعات، يعني مثلا شماعتين ثلاثه كده معايا. الصراحه ما جبتش اللي هي العليقه بتاعت الطرح دي، ما جبتهاش، حسيت ممكن يعني خايفه الصراحه احطها تقع بالدولاب كله، الصراحه ما جبتهاش لسه. ودي برضو العبايات بقى على هدوم الشتوي وكده. تمام، الهدوم الشتوي انا بعمل ايه بقى في هدوم الخروج وكده، برضو فكره حلوه جدا، دايما عندنا الدولاب من تحت، انا استغليت الدولاب من تحت، يعني مثلا دي بقى الحاجات الصيفي بتاعتي. تمام، فينا برضو بعض البلوفرات اهي تحت زي ما انتم شايفين، لسه ما طلعتهاش، الحاجات التقيله قوي دي لسه ما لبستهاش طبعا في الخروج. فانا بعمل ايه، الصيف خلص بطبق الهدوم الصيفي وبعينها تحت هنا. تمام، الشتوي جه بقى زي الايام دي، بطلع بقى الجواكت الهدوم الشتوي بطلعها فوق، وبنزل الصيفي بطبقه تحت زي ما انتم شايفين. ففي الفكره دي يا بنات بجد بتستهلك معاكي حاجات جامده جدا. اللي انا زي ما انتم شايفين كده الفرشه تحت من هنا ايه، دي كانت ده كانت زي ما الشاي كده كانت جايه مع المفرش القطيفه بتاع اوضه النوم، انا فرشها من تحت هنا عشان الهدوم. زي ما انتم شايفين كده، شايفين انا عامله هنا كل الهدوم معايا كده بالشكل ده، وبجد يا بنات بكون مطبقاها ومحافظه عليها، وطالما الدولاب مقفول عليها تبقى معاكي زي الفل ونظيفه ولا فيها اي حاجه خالص. دي طبعا شنطه مثلا ما بلبسهاش على طول، فانا عينيها هنا في الدولاب. الشنط طبعا بتاعتي بعلقها في العلقه اللي ورا. وكمان يا بنات وزي ما انتم شايفين كده يا بنات، دي الدرفه الخاصه بيا اهي، مفيش اي حاجه خالص، طالما انت بتحافظي على حاجتك اول باول وكده، وقافله دايما عليها الباب وكده، مفيش اي حاجه على طول، هتبقى معاكي زي الفل. زي ما انتم شايفين اهو كل حاجه بكون مطبقاها، يعني مثلا خلاص الصيف خلص انا بكون عينه الهدوم الصيفي طبعا غسلاها وكل حاجه نظيفه وزي الفل. فالحمد لله مفيش اي حاجه، طالما كل حاجه بتعنيها كويس. وطبعا دي الجواكت بتوع ولادي برده انا طلعتهم هنا اهو زي ما انتم شايفين، على بعض البلوزات بقى الشتوي بتاعتهم، على التيشيرتات، حاجات الحضانه برده ده مثلا بتاع الحضانه، الكلام ده كله بكون عينيه هنا في الدولاب. وكمان يا بنات بقى مثلا حد ممكن يسالني بقى على الهدوم بتاعتهم برده، طيب فين البناطيل، فين التيشيرتات اللي بتبسوها تحت الشتاء، في الشتاء فين الكلام ده. انتوا طبعا شايفين الكومودينو ده عندي، الصراحه انا مخصص لهم الكومودينو ده، يعني مثلا ده هفتحه معاكم اهو، دي مثلا بقى ايه البديهات اللي بكم مثلا ممكن يلبسوها، دي برضو الحاجات اللي بنص كم اللي مثلا يلبسوها فوق الفالينة اللي هي القطة او كده مثلا. وهنا برضو الحاجات دي خاصة بيهم اهي، الهدوم الداخلية بتاعتهم، الاندرات مثلا البيضة، هنا برضو البناطيل بقى الشتوي اللي هي بتتلبس في الشتاء مثلا تحت الهدوم، الحاجات طبعا لسه ما لبسوش هما الكلام ده، بس انا طبعا مطلعاهم وعينهم من دلوقتي بحيث يبقوا جاهزين معايا. يعني زي ما انتم شايفين كده يا دوب بس استغلت لهم الكومودينو واحد ده بس، وكمان الدرفه اللي في النص هنا زي ما انتم شايفين، ولا طبعا بضطر بقى اروح الاوضه الثانيه اجيب منها حاجه ولا كده، وايه ونحافظ على الدولاب اللي هناك مقفول ما افتحوش طبعا عمال على بطال. تمام، وطبعا بقى ايه هم طبعا بيعرفوش طبعا يفتحوا هنا الدولاب، انا اللي بفتحه على طول، اي حاجه انا عايزاها انا اللي بجيبها. وطبعا زي ما انتم شايفين بقى يعني كلنا طبعا كحال الشعب المصري كله، تلاقوا فوق الدولاب كده زي ما انتم شايفين، بلاش نصور بقى يعني فوق الدولاب كله كده بطاطين طبعا اللي انت عينيها اول ما اتجوزتي وكده، واللي الحفه الفايبر، وبرده الكرتونه الجميله اللي انت شفتها معايا فوق دي عبيت فيها مثلا الفوط اول ما اتجوزت، انا هوري لكم كمان. دي يا بنات الكرتونه دي كانت كرتونه موتوسيكل بتاع ولادي، اللعبه او حصان حاجه زي كده، عبيت فيها ايه بقى، حطيت فيها كل الفوط الخاصه بيهم، الفوط الخاصه بيا اول ما اتجوزت. طبعا بقى العروسه عندنا هنا بتجيب فوط كتير جدا والكلام ده كله، طبعا الكلام ده كله ملوش لازمه خالص. فانا عملت ايه بقى، يعني طبعا مهما كان عدى عليك الزمن، قولي مثلا دلوقتي داخله في 6 سنين جواز اهو، استخدمتي مثلا حوالي 10 فوط، عينت برده حوالي 15 فوطه او 20 فوطه على جنب، وسبت الباقي كله برده عينتي مثلا يعني الفوط بتاعتي اللي بستخدمها على طول، وسبت كام فوطه جداد عينتهم على جنب، وبقيت الفوط اللي مش هستخدمها خالص غير يمكن كمان 20 سنه قدام عينتها فوق كده زي ما انتم شايفين فوق الدولاب. فالصراحه يا بنات دي بتنجز برده معاكي، وتقدري كمان توسعي على نفسك زي ما انا عملت كده، شايفين الدولاب كله معايا واسع هناك، يا دوب على قد الملايات والحاجات اللي بستخدمها، وهنا كل الدولاب ده مخصص اهو للهدوم، مفيش اي حاجه تانيه خالص زي ما انتم شايفين، لا شفت فوطه ولا ملايه ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. فالحمد لله يا بنات يعني ان انا يعني ايه
طبعا اول ما تتجوزي بيبقى الوضع مختلف عن كده، ما انت مثلا بتروحي شقتك بتلاقيهم طبعا فرشين لك الوضع مختلف عن ما انت عايزه. شويه شويه بقى انت مع نفسك بتفرشي على الوضع اللي هيأقلم لك حياتك يعني وكده، ويبقى مناسب ليكي. فالحمد لله يعني يا بنات، اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم بتاع النهارده، وطبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، واكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين فيديوهات ايه كمان، وانا هعملها ان شاء الله معاكم. ومع السلامه.